فلنفترض مثلا ان انا جيت اسم المستخدم مثلا في 7 اكس على سبيل المثال، والباسورد بتاعي مثلا 123، تمام؟ طيب خد بالك لما اعمل كليك هنا، يعني لاحظ كده حولني للصفحه الثانيه. السلام عليكم، عاملين ان شاء الله كنا كويسين مكملين في كورس فلاتر. النهارده ان شاء الله نتعلم حاجه جديده. احنا في الحلقه اللي قبل اللي فاتت الشباب اتعلمنا ازاي نعمل صفحه يعني طلب بيانات من المستخدم، الاسم، تاريخ الميلاد، العمر، اللوكيشن، التفاصيل دي كلها. الحلقه اللي فاتت بقى اتعلمنا ازاي نعمل صفحه تسجيل دخول بسيطه كده، وتعلمنا ازاي نهندلها، نشفر الباسورد، نعمل الخانات، نحط بوردر، التفاصيل دي. في الحلقه دي بقى هنتعلم ازاي نحول من صفحه مثلا تسجيل الدخول لصفحه ثانيه والعكس. يعني مثلا لو انا سجلت دخول، فلنفترض مثلا بعيدا عن شغل الباك اند دلوقتي، لسه قدام ان شاء الله نتعلم ازاي نربط الابلكيشن بقاعده بيانات وناخد اليوزر نيم والباسورد ونتعامل مع الداتا اللي جايه لي في قاعده البيانات، التفاصيل دي كلها. فلا، احنا عايزين الموضوع يبقى ابسط من كده. من خلال الابلكيشن، من خلال كل فوتون بنعمله، بنبدا ان احنا نحول بنفسنا لصفحه ثانيه. فازاي نعمل الكلام ده؟ تمام. طيب التصميم اللي احنا عملناه في الحلقه اللي فاتت مفيش اي اختلاف، لما اعمل كليك هنا ما بيعملش اي حاجه، ده كده البوتوم بتاعي اللي انا حددته وما حددتش لسه الامبرس، تمام. طيب انا حطيت يوزر نيم على سبيل المثال وحطيت باسورد، عاوز لما اعمل كليك يوديني للصفحه الرئيسيه. فين الصفحه الرئيسيه؟ تمام، دي الهوم سكرين، صفحه تانية خالص وفيها كود تاني خالص. طيب احنا هنا في المين مشغلين الصفحه اللي هي اللوجن بيج، خلينا مثلا نروح نشغل الهوم سكرين على سبيل المثال عشان نشوف الهوم سكرين مع بعض عامله ازاي، تمام، وهنظبطهم مع بعض دلوقتي. طيب مبدئيا بيحمل دلوقتي كده، دي الهوم سكرين، الصفحه الرئيسيه او الصفحه اللي هتظهر لي. في هنا نوتيفيكيشن مثلا، اشعارات تفاصيل زي دي، وفي هنا مثلا المحتوى بتاع الصفحه الرئيسيه اللي هنعمله ان شاء الله في الحلقات اللي جايه، تمام. طيب فدي كده سكرين 2، دي صفحه ثانيه تماما. يعني لو رجعنا هنا هتلاقي اللوجن بيج، هتلاقيها صفحه ثانيه خالص بالشكل ده كده. لو عملت كنترول اس فهتلاحظ ان هو حولك من الهوم لصفحه ثانيه، واللي هي صفحه تسجيل الدخول دي، تمام. طيب فمبدئيا خلينا بس نظبط الكالرز بتاعه الصفحه دي. يعني هنيجي على اللوجن بيج دي وهنبدا نيجي مثلا هنا عندنا الاب بار مثلا الكالر بتاعه نخليه ابيض بالشكل ده، عندنا الباك جراوند بتاعه نخليه على سبيل المثال بلو بالشكل ده كده، عندنا مثلا الكونتينر اللون بتاعه نخليه مثلا ابيض. طيب على سبيل المثال كنترول اس عشان نتست كده ونشوف الاختلاف، زي ما احنا شايفين هنلاحظ اختلاف، يعني الصفحه بقى شكلها لذيذ شويه، تمام. طيب انا حطيت داتا هنا وحطيت داتا هنا، عاوز اعمل كليك دلوقتي حولني للصفحه الثانيه، تمام. طيب تعالوا نهندل الصفحه الثانيه بالمره، يعني مثلا لو في اي اضافات نحطها في الصفحه الثانيه، هنبدا ان احنا نيجي هنا ونقول هوم سكرين مثلا، دي الصفحه اللي انا عايزها. انت شايف الموضوع ممل ازاي ان انا ارجع للمين كل شويه احط اسم الصفحه وابدا ان انا اعمل كنترول اس واحولني للصفحه الثانيه، التفاصيل دي كلها، فالموضوع يعتبر رخم شويه، تمام. فاحنا مش هنعمل الكلام ده تاني خلاص، يعني احنا نيجي على الهوم هنا، خلينا بس نظبط الكالرز بتاعتها برضو عشان يبقى في تناسق في الالوان، فده يعني هيخلي الموضوع لذيذ شويه. يبقى اصبح كده حرفيا عندنا الابلكيشن يعني الصفحتين شبه بعض، فاهم قصدي؟ كده الصفحه دي بقت شبه دي، الباك جراوند بقى ابيض، الاب بار بقى ازرق، البوتنز كلها بلون ازرق، تمام؟ تمام. طيب فدلوقتي دي كده الصفحه اللي انا عاوز اروح لها، هتعامل معاها ازاي؟ هقول لحضرتك ببساطه جدا، دي كده الصفحه. انا هاجي مثلا على الصفحه الثانيه اللي هي اللوجن بيج دي مثلا، يعني فهنلاحظ ان احنا خلينا نشغلها، ده وقتكم معايا انا. طيب فخلينا مثلا نشغلها اللوجن بيج هنا، تمام، بالشكل ده، وهنيجي على الصفحه دي. طيب لما بنعمل كليك ما بيحولناش ليه؟ لان ببساطه في التكست بوتون اللي احنا عاملينه هنا حاطين القيمه بتاعته فاضيه، وطالما طبعا القيمه بتاعته فاضيه او انونيمس فانكشن بالشكل ده، فمش هيعمل اي اجراء لما اعمل كليك عليه. طب احنا عايزين نحط له داتا، هنستخدم عندنا حاجه اسمها نافيجيتور اللي هي دي كده، تمام، فيها كذا اوبشن. يعني على سبيل المثال لو عملت نافيجيتور دوت مثلا، فهتلاقي عندك بوب مثلا، ده عشان يرجعك للصفحه اللي فاتت، وعندنا البوش اللي هي بيحولك للصفحه اللي حضرتك بتحددها مع كونتكست كده، تمام. طيب هنا طلب مني الكونتكست هسيبه زي ما هو، وطلب مني هنا الروت، تمام. طيب مبدئيا خلينا ننزل هنا نيو لاين مثلا، وهننزل بدل الروت دي ونبدا ان احنا نحط داتا معينه هنا. طيب الداتا اللي انا هحددها هنا خاصه بحاجه اسمها ماتيريال بيج روت، تمام. طيب الحاجات دي اساسيه في اي صفحه بتبدا ان انت تكريت الكلام ده، وفي طرق تانية على فكره، بس يعني دي طريقه بسيطه وفي نفس الوقت برضو خفيفه، تمام. طيب فهنقول مثلا ماتيريال، مثلا ماتيريال بالشكل ده، بيج مثلا روت اللي هي دي مع الاقواس، تمام، ماتيريال بيج روت اللي هي دي، تمام. بدل البيلدر هنا هتبدا ان انت تعمل القوسين دول، وهتبدا ان انت تستخدم هنا الكونتكست اللي هي دي،
بعد كده تلقائيا هتعمل عليها ميت اللاند اكسبريشن اللي هي دي، وهتبدا ان انت تحدد حضرتك الصفحه اللي انت عايزها. على سبيل المثال مثلا عاوز اتحرك للصفحه اللي هي مثلا الهوم سكرين، اللي هي الصفحه الثانيه اللي هي دي، اسمها ايه؟ اسمها هوم سكرين. طيب اتاكد من اسم الصفحه من هنا، واتاكد مثلا من التايتل بتاعها هنا كده، تمام. الملف اللي انا سميت بيه الصفحه دي اسمه هوم سكرين، فهبدا ان انا احركه للصفحه دي، اللي هو مثلا بدل ما اكتبها هنا والكلام ده، لا انا هكتبها هناك، بحيث ان لما اعمل كليك يحولني ليها. طيب فالصفحه بتاعتنا بمجرد ما اعمل بس هوم سكرين بالشكل ده كده هتطلع لي الصفحه بالشكل ده، وهبدا ان انا احط كونست، هبدا ان انا بس اضيف له كونست هنا كده، تمام. وهبدا ان انا اجي في الاخر هنا كده، وابدا ان انا اعمل برضو سيرت للعلامه دي، تمام، اللي هي السيمي كولون، تمام. طيب فدلوقتي انا كده خلصت الموضوع، بسيط جدا ويعني حاجه بسيطه لا تذكر، تمام. طيب هنعمل هوت ريلود بالشكل ده، وهنستنى بحيث ان احنا نشوف النتيجه. طبعا مفيش اي اختلاف لحد دلوقتي. فلنفترض مثلا ان انا جيت اسم المستخدم مثلا في 7 اكس على سبيل المثال، والباسورد بتاعي مثلا 123، تمام. طيب خد بالك لما اعمل كليك هنا، يعني لاحظ كده حولني للصفحه الثانيه، فاهم قصدي؟ طيب انا كده يعني رحت للصفحه الثانيه، الصفحه الثانيه دي عاوز احولها مثلا لصفحه ثانيه او قسم ثاني، او بمعنى صح عاوز لما اعمل كليك على البوتون ده يبدا ان هو مثلا يرجعني للهوم ثاني. فممكن نيجي مثلا في الهوم سكرين اللي هي دي كده، تمام، ونبدا ان احنا مثلا نيجي على بوتون اللي هو النوتيفيكيشن، ونبدا ان احنا نخليه مثلا الرو بالشكل ده كده زي ما كنا عاملين الرو باك بالشكل ده كده، كنترول اس، فهنلاحظ ان السهم ده المفروض يتحول معانا لصفحه عكسيه، بس طبعا احنا كده المفروض لما بنعمل كليك هنا لسه ما بيعملش اي حاجه، تمام. طيب عشان نعمل باك تاني او عشان نكرر الصفحه تاني، بص في حتتين يعني اهم من بعض لازم اوضح لحضرتك، ممكن تستخدم البوب وممكن تستخدم البوش، تمام. طيب بتستخدم امتى البوش وبتستخدم امتى البوب؟ البوب لما تكون عايز ترجع الخطوه ورا، تمام كده؟ في نفس الوقت البوش لما تكون عاوز تحط مثلا الباك بوتون. طب لاحظ معايا، وعشان يبقى الكلام منسق شويه خلينا ننزل الكلام ده كده هنا، وخلينا ننزل الكلام ده كده كله هنا كده بالشكل ده، وهنا كده كمحتوى عادي جدا او كسطر عادي جدا، هنعمل فاصله وهنا فاصله، كنترول اس، الكود شغال مفيش اي اختلاف، خد بالك. طيب فهناخد الكود ده كده كله كوبي عشان يعني نجزأ الكود، فكده حضرتك هتحفظه بشكل اسرع. هنيجي في الهوم سكرين، خد بالك بقى احنا البوتون بتاعنا لما بنعمل عليه كليك، خلينا بس نحط كونست هنا وخلينا تمام. طيب فالبوتون بتاعنا لما بنعمل عليه كليك، خد بالك ركز معايا، احنا لو حطينا نفس الكود ده اوتوماتيك هيبدا ان هو يربط لي صفحتين ببعض، فبما انه هيربط صفحتين ببعض فالبوش هنا هيبدا يعمل لي باك بوتون. طب هيعمله فين؟ هيبدا ان هو يظهر لي هنا كده سهم تلقائيا لما ابدا اعمل كليك عليه يرجعني لورا، تمام، لان كده ربطته مع صفحتين، تمام. طيب الصفحه اللي انا رابطها طبعا اهي، يعني دي الصفحه كده الثانيه. طيب فنخليه بقى هنا يعمل ايه؟ هيعمل لي باك لي لوجن مثلا بيش اللي هي دي، تمام كده، يبقى صفحه هتوديني الصفحه، فاهم قصدي؟ تمام. طيب كنترول اس عشان نشوف بس الاختلاف دلوقتي، ونلاحظ الاختلاف اللي هيظهر دلوقتي في الابلكيشن. زي ما احنا شايفين كده لحد دلوقتي كده مفيش اي اختلاف، بس بمجرد ما اعمل كليك هنا كده على البوتون ده كده، لاحظ معايا رجعك للصفحه دي، ولاحظ هنا كمان ان هو جاب لك باك بوتون هنا في صفحه اللوجن، الصفحه اللي انا استخدمتها في الاول، تمام. فبكده تقدر تتنقل في الابلكيشن بدون بقى ما تقعد تعمل في المين مثلا صفحه كذا وصفحه كذا والتفاصيل دي كلها. احنا ممكن اصلا نيجي هنا خالص ونبدا ان احنا نخليها مثلا هوم مثلا سكرين بالشكل ده كده، كنترول اس، زي ما احنا شايفين رجعني للهوم سكرين. طيب دي كده كبدايه، يعني مثلا لو عملت كليك هنا هيحولني بقى لصفحه تسجيل الدخول، يعني لو دوست هنا كده خد بالك هيوديني لصفحه تسجيل الدخول. صفحه تسجيل الدخول بمجرد ما اكتب فيها اي داتا واعمل هنا مثلا كليك، هيبدا ان هو يرجعني للهوم سكرين تاني زي ما انت شايف كده، وده بيرجعني خطوه ورا. طيب واحد هيقول لي بس احنا مش عايزين الجزئيه دي، يعني انا مثلا ازاي هحط باك بوتون مثلا في اللوجن بيج؟ فدي كده اول صفحه، فهو هيرجع يروح فين؟ فانا عاوز اقول لحضرتك الموضوع بسيط جدا برضو، احنا ممكن نيجي في الهوم سكرين هنا مثلا يعني، ونبدا ان احنا نبدل مثلا النافيجيتور بتاعنا ده بالشكل ده كده، هنمسحه خالص بالشكل ده، وهنبدا ان احنا نستخدم هنا نقول نافيجيتور، تمام، بالشكل ده كده، وهنبدا ان احنا نعمل دوت بعد كده بوب اللي هي دي كده، تمام. الموضوع بسيط جدا. طيب هنعمل حاجه تانية؟ لا مش تعمل اي حاجه تانية خالص، انت بس كل اللي انت هتحطه تعمل بس العلامه بتاعت السيمي كولون دي، ولو عملنا كنترول اس هنا نلاحظ الفرق مع بعض. خد بالك دلوقتي احنا المفروض في الهوم، تمام. طيب لما ارجع للصفحه الثانيه مش هلاقي الباك بوتون، عشان تفهم بس ان احنا لما حطينا هنا البوش تلقائيا بدا ان هو يعمل لي الباك بوتون، لكن في الهوم بدات ان انا احط له نافيجيتور بوب تلقائيا بدا ان هو يحذف لي الباك بوتون. طيب
خلينا نرجع للصفحه الرئيسيه كده، لو دوسنا باك بوتون هتلاقي هنا الباك بوتون اتشال، فهمت قصدي؟ يبقى كده دي فكره ان احنا مثلا بنربط صفحه بصفحه، هنيجي هنا نكريت الداتا بتاعتنا والباسورد بتاعنا عادي ونعمل نيكست فيبدا ان هو حوالين الهوم سكرين. هنرجع للصفحه الرئيسيه تاني هنلاقي مفيش اي باك بوتون، يبقى دي كده فايده البوب، تمام؟ النافيجيتور مع البوب. فدي باختصار الحلقه بتاعت النهارده، حبيت ان انا اوضح لحضرتك ازاي بتنقل ما بين الصفحات. طبعا تقدر تيجي هنا مع النافيجيتور بوش دي، تبدا ان انت تاخد الكود ده كوبي بالشكل ده وبتبدا ان انت تكرره في اي مكان حرفيا انت عايزه في الابلكيشن، بس مع تغيير اسم الصفحه اللي حضرتك عاوز تروح ليها، تمام كده؟ بحيث ان حضرتك ما تروحش لاي صفحه مثلا معينه وخلاص، يعني ما بيكونش شكل عشوائي، لا ده انت من هنا بتقسم التطبيق صفحه بتوديك لصفحه، بحيث ان لو هنا مثلا في اقسام، فمثلا في اكتر من اليفيتد بوتون او تكست بوتون، فانا عاوز اعمل كليك عليه فيحولني لصفحه ثانيه، فحضرتك بتكريت الصفحات دي وبتبدا ان انت تربطهم من خلال النافيجيتور، تمام؟ فده باختصار الفيديو، وضحت لحضرتك الفرق ما بين النافيجيتور وما بين النافيجيتور بوش والنافيجيتور بوب والتفاصيل دي كلها. فده باختصار الفيديو، بتمنى يكون الشرح واضح، واشوفكم في الحلقه الجايه. سلام عليكم.